السلام عليكم. النهارده كنت بستلم العربيه الهيونداي توسان الليميتد اللي هي اعلى فئه لاخونا محمود. طيب المفروض انها عربيه زيرو، طب انا جاي اعمل ايه؟ والمفروض انا جاي كمان بستلمها من التوكيل الاساسي، حتى انا ما رضيتش اصور فيه، استنيت لما خرجنا بره. طيب عربيه زيرو انت هتستلم فيها ايه؟ يعني هو ده السؤال المنطقي، عربيه زيرو هتستلم فيها ايه؟ وده هدفي من الفيديو ده. خلي بالكم يا جماعه ان قبل ما تشتري عربيه زيرو احذر قوي، وخاصة اليومين دول، من العربيات المركونة، لان في عربيات الفترة اللي فاتت اتركنت واتخزنت تخزين مش مظبوط. فالتخزين اللي مش مظبوط ده هتيجي تبص تلاقيها برغم الغسيل وانها واقفة بتلمع قدامك، دور على ان يكون فيها برومة. طيب انا ايه اللي خلاني اقول لكم كده، وايه اللي نبهني للموضوع ده؟ الموضوع بكل بساطة ان انا الاسبوع اللي فات ده كان عندي عربية بدون ذكر ماركة، المفروض العربية دي زيرو 2019، صاحبها شغال بيها كريم في عدد كيلوات كتير، 30,000 كيلو في السنة. فالمهم ان هو جاي يغير زيت فتيس العربيه بعد شهر عنكم، فاتخبطت من ظهرها. فتحت الشنطه، المفروض ان دي عربيه زيرو، الاماكن مكان الخبطه اللي قشرت اللي نطرت بويه لقيت تحتها صدى، العربيه مصديه، وانا طبعا عندي الصور بتاعت الكلام ده ولكن ما رضيتش انشرها علشان وجع الدماغ، وعلشان ما بقاش ان انا بخبط في توكيل ما والكلام اللي انتوا عارفينه ده. فالنتيجه ان او الرساله هنا او الهدف من الفيديو او التحذير هنا، يا جماعه خلي بالكم ان في عربيات كانت متخزنه تخزين مش مظبوط الفتره اللي فاتت، وبخاصه موديلات 19، فالعربيات دي هتلاقي فيها برومه في اماكن في جسم العربيه. فاحذر وحاول ان انت تراجع على العربيه كويس جدا وانت بتستلمها كانك بتستلم عربيه مستعمله. انا دلوقتي بتكلم مش بقول بقى ان العربيه مخبوطه ومرشوشه ولا مش عارف ايه ولا الحاجات اللي احنا بنسمع عنها، ولا مسقطه كلوات والمفروض انت تكشف عليها بجهاز كشف اعطال. ده اللي انا عملته النهارده، يعني انا كشفت على العربيه دي بجهاز كشف اعطال ولقينا فيها اعطال، والله العظيم ده حصل. صح يا استاذ محمود؟ تمام. طيب. احنا بس هي اعطال بسيطه، يعني الباتري كانت او البطاريه بتاعتها كانت ضعيفه فمسجله اعطال عليها، فطبعا لما اتمسحت العربيه بقت مظبوطه يعني. فالمقصد هنا يا جماعه ان خلي بالك وانت بتستلم العربيه الزيرو، استلامها كانك بتستلم عربيه مستعمله. وانا كنت شارح فيديو قبل كده اسمه استلام عربيه زيرو من المعرض، اكتب كده استلام عربيه زيرو من المعرض عصام غنايم في البحث، هتلاقي كل حاجه تراجع عليها في العربيه الزيرو. وطبعا من اهم الحاجات ان انت بتهدي الضغط بتاع الكاوتش، بيكون معاك مقاس كاوتش بتظبط الهواء، لان بتبقى جايه فيها ضغط عالي زي برضو ما انا عملت النهارده مع اخونا محمود. فبنخلي بالنا من الحكايه دي وبنهدي ضغط الكاوتش علشان العربيه تبقى مظبوطه معانا ما تعملش معانا مشاكل. والاهم راجعوا مع العربيه كويس جدا جدا جدا، ان ما يكونش فيها برومه مكان التخزين، ان ما يكونش فيها صدى، ان ما يكونش فيها حته مخبوطه ومجروحه. بص على بطن العربيه كويس قوي ان هي بتتحمل على الكساحه ونازله من على الكساحه، انها تكون اتحكت من تحت. برضو من الحاجات المهمه قوي، يا ريت لو معاك جهاز كشف اعطال محترم، وبرضو قبل ما تستلم على اقرار الاستلام او على محضر الاستلام، راجع عليها بجهاز كشف اعطال، شوفها مسجله اي اعطال، شوفهم هل هم ركبوا العربيه ومشوا بيها وخلعوا من الفيشه بتاعه عداد السرعه، فتبدا العربيه ما تعدش كيلوات وتسجل عطله، هتلاقي متسجل عطله على حساس السرعه بتاعها، ان هو فصلوا الفيشه بتاعتها. في بعض العربيات طبعا بتتلعب اللعبه دي، يروح فصل الفيشه ويمشي بالعربيه بقى ويسافر بيها وينقل من مكان للتاني، طبعا كل ده هيبان قدامك. شوف العداد الداخلي بتاعها. دي كانت النصايح اللي بنصحكم بيها، وموضوع مهم جدا لان احنا العربيات النهارده بقت بفلوس كتير، العربيه النهارده بتتكلم في 500 600,000 جنيه، فرقم يوجع. فطبعا لازم تحافظ على مالك واستلم العربيه الزيرو كانك بتستلم عربيه مستعمله. ده كان وصيتي ليكم وده الهدف من الفيديو ده. اشوفكم باذن الله على خير، ومبروك طبعا لاخونا محمود، ربنا يا رب يديك خيرها ويفيك شرها يا رب ويبارك لك فيها. اشوفكم باذن الله على خير في تركات جايه كتير وحلقات جايه اكتر، والسلام عليكم.